بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: بعض الناس يرمون أبا حازم الأندلسي بالحزبية ويقولون لا يؤخذ عنه العلم. وأقول: أبو حازم الأندلسي من مشايخ أهل السنة والجماعة، ونفع الله بدعوته، رجل علمناه مقبلا على العلم، وجزاه الله خيرا، عرفناه في دماج مقبلا على العلم، ونسمع عنه الخير، نسمع عنه الخير والدعوة العظيمة التي فتح الله بها على يديه في بلاد أندونيسيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي دعوته، فهو من مشايخ أهل السنة والجماعة، ليس بحزبي، وننصح بأخذ العلم عنه. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا.